المجلس الوطني وصادق على المشاريع الأوراق اللي هي مشروع البرنامج السنوي للحزب اللي أصبح الآن برنامج سنوي، ميزانية الحزب، النظام الداخلي، النظام المالي، وكذا جوج قرارات كتتعلق بتوزيع الدعم المالي على المجال، وكتتعلق أيضا ببناء مقر لحزب العدالة والتنمية. فمن بعد النقاشات اللي كانت في اللجان واللي أدخلت مشكورة مجموعة من التعديلات على المشاريع التي تقدمت بها الأمانة العامة، فتمت المصادقة على المشاريع النهائية التي يمكن أن أقول بأنها مشاريع عرفت يعني تقدما ملحوظا. أصبح عندنا نظام داخلي أكثر تكاملا منسجما مع النظام الأساسي، واستطعنا من خلاله أن نتدارك بعض الجوانب النقص. نفس الشيء ينطبق على النظام المالي الذي أصبح متقدما ومنسجما مع القوانين المالية، القوانين التي تنظم مالية الأحزاب السياسية في البلاد، وأيضا تحسين الخدمة المالية داخل حزب العدالة والتنمية. ومن جهة أخرى فاتخذنا قرارات مهمة تتعلق مثلا بالدعم للجهات والتي راعينا فيه في الذي راعينا فيه تفاوتات ما بين الجهات، وحاولنا أن نتجاوز بعض الخلل الذي كانت تعاني منه بعض الجهات التي ليست لها مداخيل كبيرة جدا. فالآن الحمد لله كاين أمور تحسينية كبيرة جدا، نأمل بإذن الله عز وجل أن تشكل هذه انطلاقة جديدة للحزب في المرحلة القادمة، وأن نتجاوز مجموعة من النقائص والتي كانت تشوب العمل بفعل بعض الفراغات القانونية التي كانت من قبل. فالحمد لله مرت مجموعة تعديلات في انسجام تام ما بين الأمانة العامة صاحبة المشروع وما بين المجلس الوطني. كان هناك انسجام، كان هناك تفاهم، ولم يقع أي خلاف كبير حول نقطة من النقط، بل مرت الأمور في انسجام وتمت المصادقة في وئام وانسجام.